مشاهدينا أهلا بكم إلى تفاصيل نشاط الأخبار. البداية بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتلقى التهاني من قبل قادة ورؤساء الدول بمناسبة سبعينية الثورة المجيدة. تجسيد منهج الحوكمة الجديد عبر دعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات لبحث المشاريع المهيكلة الكبرى وترقية التحول الطاقوي ودعم اقتصاد المعرفة أهم مرتكزات مشروع قانون المالية لسنة 2025. وفي غمرة الاحتفالات بسبعينية الثورة المجيدة، عملية توزيع الحصص السكنية تتواصل عبر الوطن، وتلفزيون يرافق سير العملية ويرصد ارتياح المستفيدين. تقارير دولية متتالية تكشف خلفيات تحول الموقف الفرنسي من القضية الصحراوية على ضوء فضيحة بيجاسوس وأخرى ترفع الستار عن عرش متهالك في قبضة أياد ملوثة بعائدات تجارة المخدرات. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. بمناسبة الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة التحريرية المجيدة، بعث رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان حر التهاني وأصدق التمنيات لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، معبرا عن ارتياحه للمستوى الذي بلغته العلاقات الثنائية المبنية على التفاهم والإرادة المشتركة. كما أكد الرئيس التركي في مضمون رسالته للسيد رئيس الجمهورية قناعته بأن التعاون بين البلدين سيشهد نموا أكثر مع التئام اللقاء الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي المشترك، مضيفا أن تقوية العلاقات بين تركيا والجزائر سيسهم أيضا في إرساء الازدهار والسلم في منطقتنا ككل. هنأ رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمناسبة ذكرى اندلاع ثورة التحرير المجيدة، متمنيا له موفور الصحة ودوام التقدم والرخاء للشعب الجزائري. وأبرز الرئيس التونسي في رسالته للسيد رئيس الجمهورية عمق قيم الحرية والسيادة الوطنية والتاريخ المشترك المستلهمة من ثورة أول نوفمبر في رفض الظلم والاستعمار الذي واجهه الشعب الجزائري بإرادة صلبة وبعزم ثابت لا يلين من أجل رفعة الجزائر وازدهارها. ليجدد الرئيس قيس سعيد اعتزازه بهذه المناسبة وما بلغته وشائج الأخوة الصادقة وعلاقات التعاون والشراكة المتينة القائمة بين البلدين الشقيقين في كل المجالات. كما تلقى رئيس الجمهورية التهاني رئيسة الجمهورية الهيلينية السيدة كاترينا ساكيلا روبولو باسمها وباسم الشعب اليوناني في ذكرى عيد الثورة النوفمبرية الخالدة، حيث أعربت بهذه المناسبة عن عزمها في مواصلة تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين بما يعود بالنفع على الشعبين وقصد إساءة السلم والاستقرار في المنطقة ككل على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. كما تلقى رئيس الجمهورية رسالة من رئيس جمهورية بلغاريا جاء فيها أنه لسرور كبير بالنسبة لي أن أهنئكم بمناسبة الذكرى 70 لثورة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أول نوفمبر 1954، تاريخ بداية الكفاح من أجل تحرر الشعب الصديق. كما أقدم لكم التهاني الحارة باسم الشعب البلغاري مع تمنياتي للشعب الجزائري بالسلم والأمن والرقي والازدهار. ومن جانبنا بودي تأكيد إرادتنا الصادقة للعمل معا على تحفيز تعاوننا المجدي، وإني لعلى يقين بأن جهودنا المشتركة ستساهم.
كما هنأ رئيس جمهورية صربيا السيد ألكسندر فوتشيتش رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمناسبة ثورة 1 نوفمبر باسم الشعب الصربي وباسمه الخاص، مقدما للسيد الرئيس التهاني الحارة وللشعب الجزائري تمنياته بالازدهار، مؤكدا بالمناسبة مواصلة بلاده تطوير التعاون مع الجزائر في كل المجالات، محييا موقف الجزائر في حماية المبادئ الأساسية للحق الدولي وميثاق الأمم المتحدة. في النشاط البرلماني وفي جلسة علنية رأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، عرض وزير المالية مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام نواب المجلس. المشروع يتضمن معالم ومحاور السنة المالية من حيث الإيرادات والنفقات، كما يتميز باعتماد نمط البرامج في بلورة المشروع، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، تحقيقا لمنهج الحوكمة جديدة من خلال تعبئة موارد مالية جديدة مخصصة لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنويع الاقتصادي، من خلال دعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات لبعض المشاريع المهيكلة الكبرى ومعالجة مشكلي الشح المائي، وكذا ترقية التحول الطاقوي ورقمنة مصالح الدولة ودعم اقتصاد المعرفة. جانب الإيرادات، فمن المتوقع أن تبلغ إيرادات الميزانية في سنة 2025 8523 مليار دينار جزائري، أي بارتفاع بنسبة 3.5% مقارنة بالإيرادات المتوقعة في الإغلاق 2024. ومن المتوقع أن تبلغ الجبايا البترولية يعني المدرجة في الميزانية مبلغ 3445 مليار دينار جزائري في سنة 2025 مقابل مبلغ 3512 مليار دينار جزائري في سنة 2024. كما أنه من المتوقع أن تبلغ الجبايا البترولية المحصلة مبلغ 4142 مليار دينار جزائري في سنة 2025 مقابل مبلغ 4376 مليار دينار جزائري في توقعات الإغلاق سنة 2024. في إطار تجسيد المخطط الوطني لتنمية الزراعات الاستراتيجية بولايات الجنوب، نظمت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية اليوم بمقر وزارة المالية لقاء تنسيقيا جمع قطاعات كل من الفلاحة والمالية والطاقة والمناجم والري والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والأشغال العمومية. الاجتماع خصص لدراسة الاحتياجات المتعلقة بإنشاء الهياكل القاعدية والبنى التحتية لمحيطات الاستصلاح وتحديد الاحتياجات الخاصة بالمحيطات الفلاحية وربطها بمختلف الشبكات. وضع مخطط وطني لتنمية الزراعات الاستراتيجية لاستصلاح مليون هكتار عن طريق السقي وتنمية هذه الزراعات الاستراتيجية من بينها الحبوب بكل أصناف، الذرة الحبية، النباتات الزيتية والنباتات السكرية، وأيضا يعني إنتاج الحليب المجفف. هذا كل على مستوى ولاية الجنوب. وفي غمرة الاحتفالات بسبعينية الثورة المجيدة، تتواصل عملية توزيع الحصص السكنية الجديدة عبر ولايات الوطن وسط أجواء من الفرحة والبهجة بين المواطنين الذين عبروا عن فرحتهم بهذا المكسب. العينة من ولاية معسكر مع مختار مذكور. قطب حضري جديد بالمحمدية وآخر بمنطقة مدبر بمعسكر، تجمعات سكنية قوامها ما يزيد عن 2000 وحدة سكنية من مختلف السياغ تم توزيعها على مستحقيها. زادوا فينا النص، والله كنا مغبنا بزاف. هذا وين حييناك شغل مجديد، راك دم بلادنا، هذا وين شغل رانا حاسين بلي رانا فرحانين بزاف. وكنا في معاناة كبيرة والحمد لله ربي راه فرج علينا، وإن شاء الله نشكر كل الناس اللي كانت واقفة باش ساهمت في هذا المبادرة نتاع السكنات الاجتماعية. فرجوا على الناس ياسر، 10 سنوات كرية بزاف علينا الحمد لله، فرحة ما تصورش. زادوا فينا النص، مشي النص، دارونا الدم من جديد، قاع حينا من جديد، احنا كنا مغبنا والعقوبة اللي مازالوا إن شاء الله. فرحنا وليداتنا وبلاصة شابة
وكاين سبيطار، كاين ولادنا وين يقروا. توزيع مفاتيح اكثر من 2054 وحده سكنيه، عمست عده بلديات الولايه. اليوم شرفنا على منح اكثر من 1100 عقد ملكيه للمواطنين. سكنات شيدت وفق هندسه جماليه وتضم كافه المرافق والتجهيزات التي يحتاجها الساكنه. كل هذه السكنات تحتوي على كل شروط من مرافق عمومية وكذا تجهيزات، بالإضافة إلى الحصول على مختلف الشبكات من غاز، كهرباء وماء. سنة 2025 حتكون سنة حافلة بالمشاريع الجديدة التي استفاد منها ولاية معسكر أكثر من 2000 سكن عمومي إيجاري موزع عبر الولاية، وهناك برامج قيد الدراسة، هناك برامج قيد الإنجاز. هذا ويجري العمل على استكمال عديد الورشات السكنية في نقاط متفرقة من تراب ولاية معسكر، والتي ستسهم في خلق توازن تنموي بالولاية. وعلى غرار سائر ولاية الوطن، تم بولاية عنابة توزيع أزيد من 500 وحدة سكنية من مختلف الصياغة وسط أجواء من الارتياح والفرحة بين المستفيدين. يقول سليم حمادي: بعد صبر وانتظار طويلين، فرحة كبيرة عاشها المستفيدون من صيغة السكنات العمومية الإيجارية بولاية عنابة. ونشكر اللي وقفوا معنا كل في السكن، ورانا فرحانين والحمد لله يا ربي وصلنا للحاجة اللي كنا محتاجينها. الرئيس تاعنا تبول ويعجلو حي، وربي يعيشو وربي يعليه، ونحانا الميزانية تاعنا، ورانا قداه نعام وحنا نسوفرو، ورانا كيما قال الشي اللي لحقنا يعلم به ربي، وصبرنا وربي إن شاء الله لحقنا الوقت هذا، والحمد لله يا ربي العالمين. أكثر من 500 عائلة مستحقة من بلديات سيدي عمار، الترعات والبوني تسلمت شهادات استفاداتها ومفاتيح شققها، مناسبة تزامنت الاحتفالات المخلدة للذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، فكانت الفرحة فرحتان. فرحة اليوم إن شاء الله مباركة على كل واحد من استفاد من سكن، والعقوبة إن شاء الله اللي مازالوا ما داوش، وتحية الجزائر وربي يرحم شهدائنا الأبرار. الحمد لله يا ربي استفدنا بعد معاناة وسفرانس كبير كما نقولوا حنايا، والفرحة هذه راني ما نقدرش نوصفها. نشكر رئيس تبون. تسليم تاع المفاتيح يعني نزيدوه ل 25 ألف وحدة سكنية اللي تسلمت من 2020 و2024، وكذلك سيتم الانطلاق في برنامج سكني معتبر، سكنات اجتماعية 9000 سكنة عدل، وكذلك سكنات ريفية. وفي انتظار اختيار الأوعية العقارية لاستقبال برنامج 2025، فإن ولاية عنابة على موعد مع حصص سكنية معتبرة تستجيب لطلبات ساكناتها. كما تم بولاية بسكرة توزيع أكثر من 2000 وحدة سكنية من مختلف الصياغ على مستحقيها، حيث كانت الحصة الأكبر للتجزئات الاجتماعية والسكن الريفية، تماشيا مع الطابع العمراني لهذه الولاية الصحراوية. من العبديش. أكثر من 2000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ تم توزيعها في ولاية بسكرة. حصة الأسد فيها كانت للسكن الريفي والتجزئات الاجتماعية. العملية لاقت استحسانا كبيرا من طرف المستفيدين. الحمد لله احنا رانا من 2014 احنا في انتظار يعني كبير يعني، والحمد لله لك ربي تمت فرحتنا، وان شاء الله نبدا ونبني ما نقدرش نوصف لك الإحساس. الحمد لله هذا وش يقول الواحد، الحمد لله يا ربي اللي استفدنا بهذه الاعانه والارض وكل شيء. تحيه الجزائر. حاس فرحه عارمه وما تقدرش يوصفها على اللسان، وفرحه صح. قمنا بتوزيع حصه 260 مسكن عمومي ايجاري و45 مسكن ترقوي مدعم ببلديه بسكره. اما فيما يخص حصه تاع 260 مسكن عمومي ايجاري موزع عبر بلديات ولايه بسكره، عندنا 40 مسكن ببلديه زربت الواد، 40 مسكن ببلديه مشونش، و40 مسكن ببلديه جمره، و12 مسكن ببلديه ورلال، و88 مسكن ببلديه طلقه. ولاستكمال البرنامج السكني المسطح
المطار في ولاية بسكرة مشاريع عدة هي قيد الإنجاز في مختلف البلديات، سخرت لها كل الإمكانات المادية والبشرية لتسليمها في الآجال المحددة. عملية حتبقى جارية بما أنه الولاية عندها برنامج مكثف قيد الإنجاز، منه 2375 سكن عمومي إيجاري رو قيد الإنجاز، يتضمن 1000 وحدة سكنية برسم برنامج 2024 اللي تم الانطلاق في شهر أكتوبر، وبرنامج سلم كبرنامج تكميلي في أوت 2024 الآن راه قيد الدراسة. هذه كلها برامج سوف يتم تسليمها في المناسبات القادمة إن شاء الله. توفير سكنات لائقة للمواطنين في ولاية بسكرة وغيرها من ولايات الوطن تحد راهنت عليه الدولة وقطعت فيه أشواطا هامة في السنوات الأخيرة. في تعاون الطاقوية استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عقاب وفدا عن الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف الشمال الأطلسي الناتو. اللقاء يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والأمن بين الجزائر ودول المتوسط وأوروبا في ظل مشاريع تعاونية تشمل ربط شبكات الغاز وتطوير مصادر الطاقة النظيفة على غرار الهيدروجين الأخضر. توفي أمس 7 أشخاص وأصيب 19 آخرون في حادث مرور وقع بالقرب من مدينة إنجزام على مستوى الطريق الوطني باتجاه طبن راست إثر اصطدام عنيف بين مركبتين نفعيتين متبوع بحريق. هذا وقامت فرق الحماية المدنية بتحويل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مدينة إنجزام الذي نقل إليه أيضا الجرحى. في سياق الاحتفالات بتفعيل تجربة الإثر المشترك بين جمهورية الفيتنام والجزائر وبمناسبة سبعينية معركة ديان بيانفو وسبعينية اندلاع الثورة التحريرية المباركة، نظمت اليوم وزارة المشاهدين وذوي الحقوق ندوة تاريخية بالمتحف الوطني للمشاهد تحت عنوان من انتصار بيانفو إلى الثورة الجزائرية دروس تاريخية وأفاق مستقبلية، تثبيتا للقواسم الرمزية بين البلدين وتعزيزا للعلاقات المشتركة. أشرف اليوم المدير العام للتلفزيون الجزائرية محمد بغالي بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال كمال سيدي سعيد وممثلين عن مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي، أشرف على حفل تكريمي لعمال التلفزيون الجزائرية من طاقم صحفي وتقني عقب النجاح المحقق في تغطية الاستعراض العسكري الذي نظم بمناسبة الذكرى 70 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر وكذا مختلف الأنشطة الاحتفالية المرافقة. هذا وشاد المتداخلون بمهنية واحترافية المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائرية وتوفيقه في تغطيته للأحداث الكبرى للوطن مؤكدين على ريادته للمشهد الإعلامي في الجزائر. انتقل إلى رحمة الله اليوم الفنان المسرحي والتلفزيوني جمال حمودة عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض. الفقيد خريج المعهد العالي للفنون الدرامية عرف منذ سبعينيات القرن الماضي بالعديد من الأدوار في المسرح والتلفزيون، من أعماله المسرحية المحكور قهوة ولتاي وجنوب التي حازت على جائزة أحسن نص مسرحي بالمهرجان الثالث للمسرح المحترف عام 1993. الخامسة متواصلة وتتابعون في اقتصاد اليوم. موازنة 2025 تقارب 17000 مليار دينار، استمرار الدعم للفئات الهشة وارتفاع التحويلات الاجتماعية إلى الثلث من بين أهم ما تضمنه مشروع قانون المالية الجديد.
والآن يتجدد موعدنا مع النشاط الاقتصادي في تقديمها نور الدين العربية. إليك نور الدين. شكرا لك فضيلي. مشاهدينا سعد أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذه النشرة الاقتصادية، تفاصيلها بعد هذا الفاصل. أهلا بكم إلى نشرة الاقتصاد، والبداية بمشروع قانون المالية لسنة 2025 المعروض للنقاش أمام نواب المجلس الشعبي الوطني. المشروع تضمن أهم المؤشرات للاقتصاد الكلي للجزائر، حيث بلغت الموازنة العامة حوالي 17 ألف مليار دينار جزائري، ويحمل المشروع توقعات النمو في حدود 4.5%، كما اعتمد المشرع على سعر مرجعي للنفط ب 60 دولارا للبرميل و 70 دولارا كسعر للبيع. وبخصوص التحويلات الاجتماعية، فقدرت في البيان التمهيدي للمشروع ب 44 مليار دولار، وارتفع حجم الاستثمار بنسبة قدرت ب 19%، كما جاء المشروع خاليا من كل الضرائب. وللتفصيل أكثر حول أهم ما جاء في مشروع قانون المالية الجديد، كنا قد ربطنا الاتصال مع وسيلة أبو شرب بمقر المجلس الشعبي الوطني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا للمزيد حول البيان التمهيدي أو لمشروع قانون المالية لسنة 2025، ينضم إلينا عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني السيد علال بوثلجة. مرحبا بك أستاذ. صباح الخير وشكرا على الاستضافة. أستاذ، كلمة حول الظرف الذي جاء فيه هذا القانون أولا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كما حضرتوا معنا، قدم السيد وزير المالية عرضا شاملا على مشروع قانون المالية لسنة 2025، بعد ما كان تم العرض على مستوى لجنة المالية وتم مناقشة المشروع على مستوى لجنة المالية. اليوم هي الجلسات العلنية للمناقشة. هذا السنة مشروع قانون المالية يأتي في ظرف دولي وداخلي استثنائي، يتسم ب يعني وضعية جيوستراتيجية معقدة، يعني تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وعلى حركة رؤوس الأموال. معروف أنه الظرف السياسي أثر كثير على الاقتصاد العالمي، وهذا الشيء اللي يخلي اقتصادنا يعني ياخذ بكثير من التحفظ وبكثير من الحذر مشروع قانون المالية 2025. بالنسبة لنا داخليا، يعني الظرف هو ظرف إيجابي، لأنه المؤشرات الكلية للاقتصاد هي مؤشرات إيجابية. أداء الاقتصاد الوطني مرضي؟ هو أداء الاقتصاد الوطني مدفوع بأداء القطاعات، لا سيما القطاعات الاستراتيجية، نتكلم على الفلاحة والصناعة والسياحة وقطاع الخدمات وقطاع البناء والتعمير. هل القانون أستاذ أو المشروع أخذ بعين الاعتبار الشق الاجتماعي أو الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية؟ أكيد، هو على شكل الثلاث أو أربع سنوات الماضية مشروع قانون المالية يجسد مرة أخرى الطابع الاجتماعي للدولة من خلال التكفل بالفئات الهشة، ومن خلال كذلك الحفاظ على القدرة الشرائية ومحاولة دعمها من خلال الزيادة في أجور وعلاوات المستخدمين وقطاعات أخرى التي تستفيد من التحويلات، لا سيما الطلبة والمتقاعدين. كذلك يبقى مشروع الميزانية يدعم المواد الاستهلاكية الأساسية وتسقيف الأسعار نتاعها. ماذا عن الاستثمار؟ بالنسبة للاستثمار، هذه السنة المشروع يتوقع 19% من الميزانية تمشي إلى الاستثمار، وهذا يعني نسبة مهمة اللي من شأنها أنها يعني ترفع التجميد على بعض المشاريع اللي كانت مجمدة، وكذلك الاستمرار في تجسيد المشاريع الهيكلية الحالية، لا سيما خطوط السكة الحديدية وكذا المشاريع المنجمية والمشاريع مثلا المستشفى الألماني القطري الجزائري، وكذلك مشروع بلدنا المشروع القطري الجزائري
لإنتاج الحليب كلها ومشاريع هيكلية أخرى اللي من شأنها أنها تدفع قاطرة الاستثمار إلى الأمام. وهذا الشيء اللي يتوقعه مشروع الميزانية لنسبة نمو 4.5%، وهذه نسبة النمو تجي من الأداء نتاع القطاعات وتجي من ميزانية الاستثمار اللي من شأنها أنها تعطي دفع الاقتصاد الوطني. يعني تثمنون الوثيقة بصفة عامة؟ والله هي وثيقة إيجابية ما دام لم تحمل أي زيادات ضريبية أو يعني رسوم تمس يعني جيب المواطن، تمس القدرة الشرائية. كذلك يبقى بالعكس يعني الكثير من الإجراءات التشريعية لدعم المقاولاتية والمقاول الذاتي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كلها إجراءات نثمنها وهي إيجابية زيادة على الدعم الاجتماعي. وهذا الشيء اللي خلينا متفائلين من خلال المرور إلى اقتصاد حقيقي منتج للثروة، ونبتعد على الاقتصاد الريعي، وننقص من نسبة العجز يعني اللي في الميزانية، ومن خلالها نمشي إلى ميزانية متوازنة بمداخيل وإيرادات كافية. موفقين إن شاء الله. الأستاذ علال بوثلجة، عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، شكرا لكم. عودة إليكم. نعم، شكرا لك وسيلة ولضيفك الكريم على كل هذه المعلومات. وعلى هامش الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، تمن أعضاء المجلس الشعبي الوطني تمنوا مضمون مشروع القانون، خاصة التحفيزات الممنوحة للمستثمرين بمناطق الجنوب. لجنة المالية كنا ثمنا هذا المشروع باعتباره أول مرة يتم تخصيص أو تقدير مبلغ 127 فاصل مليار دولار. هذه شيء جد إيجابي بالنسبة لاقتصاد الدولة، وهذا عبارة عن مشروع اللي يتقدم به السيد رئيس الجمهورية على شكل اقتراحات فيما يخص ميزانية التسيير وميزانية التجهيز. كل المؤشرات الاقتصادية والمؤشرات المالية والميزانيتية تدل على أننا في اتجاه صحيح بالنسبة لاقتصاد الجزائر ككل. التحويلات الاجتماعية نثمن عاليا ما جاء في قانون المالية لسنة 2025، لأن هذا المبلغ كبير وكبير جدا، وهذا ما يكرس أن اجتماعية الدولة بأن الدولة تتكفل بكل القطاعات الهشة. ولذلك المبلغ المرصود للشؤون الأمور الاجتماعية كان مبلغا كبيرا ويستحق التثمين. عدم رفع الضرائب يعني هذا شيء جميل، وكذلك تشجيع الشركات في الجنوب في الأرباح يعني تاع اليرجي والبياس يعني ممكن تبقى مخفضة من أجل تشجيع هذه الشركات في الاستثمار في الجنوب. هذا ويحمل مشروع قانون المالية لسنة 2025 مؤشرات ميزانيتية تصاعدية للسنوات الثلاثة المقبلة. نتابع. فازت شركة الخطوط الجوية الجزائرية بجائزة التميز التي يقدمها مطار دبي الدولي كل عام. وقد تشكلت لجنة تحكيم التظاهرة من خبراء في مجال الطيران قاموا بتقييم الشركات وفقا لمجموعة من المعايير مثل جودة الخدمات والابتكار والالتزام بالاستدامة ومستوى رضا الزبائن. كما تم تسليط الضوء على التزام شركة الخطوط الجوية الجزائرية بتحسين تجربة الزبائن وإدارة الأزمات بكفاءة وتعزيز التواصل. تقويا، قررت الجزائر وسبع دول أعضاء في مجموعة أوبك بلس تمديد تخفيضاتها الإضافية الطوعية للإنتاج إلى نهاية شهر ديسمبر المقبل.
كانت الجزائر والدول السبع في مجموعة أوبك بلس قد أعلنت في أفريل ونوفمبر 2023 عن تعديلات طوعية إضافية مقارنة بحصصهم الإنتاجية المقررة في إطار مجموعة أوبك بلس، وجرى تمديد هذه التخفيضات إلى نهاية نوفمبر الجاري. وعليه فإن هذه التخفيضات الطوعية التي تقدر بمليوني برميل فاصل اثنين يوميا ستستمر لمدة شهر آخر، أي إلى نهاية ديسمبر. ننتقل الآن إلى عرض لأسعار سلة بعض المنتجات الفلاحية التي سجلت اليوم. أسعار النفط بأكثر من دولار في تعاملات اليوم لتواصل حصد المكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، وذلك بعد قرار منظمة الدول المنتجة للنفط أوبك بلس تأجيل زيادة الإنتاج المقررة في ديسمبر بمقدار 180 ألف برميل يوميا لمدة شهر. إلى ذلك ارتفعت أسعار العقود الأجل خام برنت ب 2.60 من المئة إلى 75 دولار للبرميل، كما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 2.81 من المئة لتبلغ 71 دولارا و44 سنتا للبرميل. عرفت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا في مستهل التعاملات الأسبوعية بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار وتزايد الطلب على المعدن الأصفر. وارتفعت أسعار العقود الأجلة للذهب ب 0.14 من المئة لتبلغ 2753 دولارا للأوقية، كما ارتفعت أسعار العقود الفورية للذهب ب 0.30 من المئة لتسجل 2743 دولارا للأوقية. ختام أخبار الاقتصاد بعرض لأسعار صرف بعض العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. نهاية النشرة الاقتصادية مشاهدينا، شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نودينا ربيع، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. إلى أخبارنا الدولية، وفي خضم تصاعد التقارير الدولية حول فضيحة بيجاسوس، تتزايد الشكوك حول تحول الموقف الفرنسي بشأن قضية الصحراء الغربية، حيث يضبط مراقبون هذا التغيير بضغوط خفية ناتجة عن تجسس صهيو مغربي مثير للجدل. ومن قلب فرنسا يتصاعد صوت نواب البرلمان المدافعين عن حقوق الشعب الصحراوي، فيما يعرض الصحراويون مطالبهم بقوة من أمام مقر البرلمان الأوروبي مطالبين باحترام الشرعية الدولية. سونيا غاسي. لا تزال تداعيات ودوافع تحوير الرئيس الفرنسي لموقف فرنسا الذي لازمها لعقود من الزمن تجاه قضية الصحراء الغربية يصنع الجدل على صفحات عديد الصحف والمواقع الإلكترونية العالمية، الذي وصفته بالمخزي والمتنصل من المسؤولية. فما هي دوافع التحول الدبلوماسي المفاجئ؟ يجيب موقع أفريكا كوم أن هذا التحول يرجع إلى معلومات حساسة تحصل عليها المغرب من خلال عملية جوسسة على هاتف الرئيس
ماكرون بما يعرف بقضية بيغاسوس والتي هزت في وقت سابق قصر الإليزي. من داخل البرلمان الفرنسي يرافع نواب فرنسيون على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مدرجين موقف ماكرون في خانة الخيانة التاريخية. ومن أمام البرلمان الأوروبي يطالب الصحراويون باحترام الشرعية الأممية وقرارات محكمة العدل الأوروبية. نندد بالاعتداء الصارخ على القرار، الاعتداء الصارخ اللي عدله ماكرون الرئيس الفرنسي على القضية الصحراوية وعلى الشرعية الدولية. ندين الموقف، موقف الرئيس الفرنسي، ندين بشدة. هذا القرار الأخير لقرار المحكمة الأوروبية اللي أكدت فيه على تقرير مصير الشعب الصحراوي، وأكدت فيه على حقية الشعب الصحراوي في الملكية الحصرية لثرواته الطبيعية. وفي المغرب صراع بين أقطاب السلطة تتحرك في دواليبه خيوط النفوذ من خلف أسوار القصر، وبين طموحات الحاشية وتنامي نفوذ شبكات المخدرات والجريمة محاولات لزعزعة دول الجوار. أسمعن سلطان. في مشهد يليق بدولة تتخبط بين أزمات متعددة، يقف عرش المغرب متهاويا ترتجف أركانه تحت ثقل حكم هش يديره ملك منهك من أمراض عديدة، فيما يتسلل النفوذ الحقيقي خلف أسوار القصر متأرجحا بين أطماع الحاشية وأهواء النافذين. المغرب أفحى مرتعا لأموال مشبوهة وشبكات إجرامية يسخرها المخزن لأغراض توسعية في تناغم مع أجندات خفية تغذيها شبكات المخدرات والخدمة لمصالح صهيونية خطيرة. مع تزايد الغياب الفعلي للملك، تكشف تقارير الصحافة العالمية والدراسات الدولية عن تطاحن خلف كواليس الحكم بين النافذين في السلطة وأجهزة الأمن حول خلافة العرش، إذ يكشف هذا الصراع عن وجه تحركه ظلال مقربين ومستشارين من داخل القصر ممن يوفرون الحماية لشبكات تهريب المخدرات والجريمة، ويستثمرون عائداتها لتعزيز الطموحات التوسعية للنظام وزعزعة استقرار الدول المجاورة. كلما وجهت أصابع الاتهام إلى المغرب كأحد المحاور الدولية في تجارة المخدرات وغسيل الأموال، تسارع السلطات الأمنية والقضائية المغربية إلى القيام بحملات اعتقال شكلية للتستر على المتورطين الحقيقيين من داخل القصر. ويبرز هنا دور النائب الملكي فؤاد علي الهمة الذي يؤدي دور الظل الدائم للملك، محاطا بملفات إجرامية تتضمن فسادا عميقا وعلاقات مريبة مع شبكات دولية، وهو ما كشفت عنه صحف إسبانية. ويزداد تغلغل النفوذ الفاسد ليشمل أجهزة الأمن والاستخبارات. كبار المسؤولين يتمتعون بسلطات مطلقة تحميهم من المساءلة، وتبلغ المفارقة أوجها عندما يتم دمج عملاء الصهاينة ليقدموا خبراتهم للسلطات المغربية في تغطية شبكات المخدرات والتهريب الدولية. النفوذ الصهيوني نجح في التغلغل في مفاصل صناعة القرار بالمغرب حتى أصبحت الدمى المخزنية تنشر الرذيلة والمخدرات بين أوساط الشعب بهدف تغييب وعيه وتوجيه البلاد نحو مستقبل مظلم مجهول العواقب يتحكم فيه القصر بقبضة مشوبة بشبكات الفساد والطموحات العابثة. وفي فلسطين المحتلة يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة ليومه 95 بعد 300، حيث استشهد 32 فلسطينيا في سلسلة غارات شنتها قوات الاحتلال مساء أمس على مناطق متفرقة بالقطاع، كما استهدفت مستشفيات كمال عدوان والعودة والأندونيسي. هذا وأكدت المديرة التنفيذية لليونيسف أنه خلال يومين فقط استشهد أكثر من 50 طفلا بسبب ضربات الاحتلال الصهيوني التي استهدفت مساكن تؤوي مئات الأشخاص، داعية إلى ضرورة حماية المدنيين والمرافق الإنسانية وفقا للقانون الدولي.
في الولايات المتحدة الأمريكية وقبل يوم واحد من موعد انتخاب الرئيس الجديد 47 للبلاد خلفا لجو بايدن المنتهية ولايته والذي أعلن انسحابه من السباق نحو البيت الأبيض. تظهر استطلاعات الرأي تقاربا شديدا بين مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب الرئيس السابق ومرشحات الحزب الديمقراطي كامالا هاريس نائب الرئيس الحالية التي فازت بترشيح الديمقراطيين. ونختم بروح المبادرة والابتكار لدى الناشئة بولاية تمن راست والمعول على الاستثمار فيها من خلال ورشات تكوينية قصد زرع وبحث روح الابتكار لديهم. المزيد مع محمد برمكي. مستقبل التعليم العنوان الأبرز للتظاهرة العلمية التي ينظمها المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات بولاية تمن راست، محطة المستهدف فيها تلاميذ الفئات العمرية بين 9 سنوات و16 سنة. الغاية تمكين التلميذ من أدوات الابتكار وإطلاعه على آخر ما توصل إليه الباحثون في مجال العلم والتكنولوجيات. سينظم المجلس ملتقى وطني في شهر ديسمبر 21-22 حول استراتيجية الابتكار في الجزائر، وإحنا ارتأينا أنه نبدأ هذا التحضير لهذا الملتقى مع الناشئة، مع فئة التلاميذ ما بين 9 و15 سنة، لأنه هم الدعم الأساسية وهم المستقبل للجزائر. كيفاش نطور فيهم روح المبادرة ونطور فيهم روح الابتكار. الورشة تاعنا اليوم هي ورشة المقاولة. بعد حفل الافتتاح وزع التلاميذ إلى 3 ورشات، ورشة الذكاء الاصطناعي وورشة المقاولاتية وريادة الأعمال وورشة التعليم الرياضيات باللعب. إن شاء الله عندما أتحصل على شهادة البكالوريا ألتحق بالمدرسة العليا بالجزائر العاصمة للذكاء الاصطناعي. قمت بتفكيك العمود من 3-10 وأريد أن أصبح في المستقبل طبيبة، وأنا هنا أتعلم في ورشة المقاولاتية ما هي المقاولاتية وما وصفات قائدها، وأتمنى في المستقبل أن أصبح مختصة في الذكاء الاصطناعي. وهذا بالواجب تاعنا باش نحضروا هاد الشباب، اذا التمارين نعلمهم كيفاش يخدموا بربع اقراص، في المرحلة الثانية نوري لهم كيفاش جهاز الكمبيوتر بالذكاء الاصطناعي يسيب يعمل اشياء اللي احنا يعني ما نسيبوش نعملها. التلميذ محور العملية التعليمية التعلمية ورقم أساس في استراتيجية اكتساب العلوم والتكنولوجيات، يعول عليه اليوم منذ مراحله الأولى في خلق مناخ تعليمي منتج يؤمن بالريادة. نهاية النشرة إلى التذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتلقى التهانية من قبل قادة ورؤساء الدول بمناسبة ذكرى 70 الثورة المجيدة. تجسيد منهج الحوكمة الجديد عبر دعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات لبعث المشاريع المهيكلة الكبرى وترقية التحول الطاقوي ودعم اقتصاد المعرفة أهم مرتكزات مشروع قانون المالية لسنة 2025. وفي غمرة الاحتفالات ب70 الثورة المجيدة، عملية توزيع الحصص السكنية تتواصل عبر الوطن، والتلفزيون يرافق سير العملية ويرصد ارتياح المستفيدين. تقارير دولية متتالية تكشف خلفيات تحول الموقف الفرنسي من القضية الصحراوية على ضوء فضيحة بيجاسوس، وأخرى ترفع الستار عن عرش متهالك في قبضة أيادي ملوثة بعائدات تجارة المخدرات. شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة، في أمان الله.